تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا مرايا الثقافة والفنون. نعكس في مرآتنا الأولى حديثا عن الآثار السورية، وأيضا في حديث آخر عن الشعر والجلاء. أهلا بكم إلى مرايا حلقة اليوم، وبعد الفاصل نبدأ. آثار المشرق في متاحف الغرب، آثار سوريا عنوان الكتاب الذي جمعته وحققته وأخرجته الأستاذة ابتسام بدر نصرة، وهي سيدة مغتربة في إنجلترا منذ عشرات السنوات، تحمل شهادة في الإدارة السياحية في إدارة السياحة العامة من جامعة بورتسموث، اختصاص سياحة أثرية. قدمت الأستاذة ابتسام أثناء زيارتها هذه الأيام لبلدها ولمدينتها اللاذقية، قدمت هذا الكتاب في محاضرة في جمعية العاديات باللاذقية، ونحن بدورنا يسرنا أن نستضيف الأستاذة ابتسام للحديث عن هذا الكتاب وعن المحاضرة وعن وجودها الآن في بلدها ومدينتها. أهلا ومرحبا أستاذة ابتسام. أهلا فيك. هلا. أهلا بك. وجميل دائما أن يحمل السوري وطنه في قلبه أينما كان، يعود إليه ربما يضع بين يدي مواطنيه قراءات وأبحاث جديدة هو استخلصها من بحثه ومن اختصاصه. حضرتك من خلال كتابك آثار المشرق في متاحف الغرب، الجزء الأول هو آثار سوريا. تمام. ماذا عن هذا الكتاب؟ وأيضا نتحدث فيما بعد عن المحاضرة والتي يعني تضمنت نفس موضوع الآثار ونفس موضوع الكتاب. تماما. هو العنوان آثار المشرق في متاحف الغرب، الجزء الأول آثار سوريا، فأنا ركزت بهذا الكتاب على آثار سوريا، وقلت الجزء الأول لأنه رح يجي كمان إن شاء الله في أجزاء تانية رح تكون توسع فيها أكثر. نعم. والكتاب هو نتاج زياراتي لمتاحف عالمية كثيرة. أنا بحكم أني بحب السفر وبسافر، وكمان الوضع الاجتماعي انه اولادي والمعارف والاصدقاء وكله منتشر بالعالم، فانا عندي زيارات كثير كان، وكل من زمان كل ما بزور بحب المتاحف. فكنت زور المتاحف، وبعدين صرت بقى تفتحت على اني لاشوف بهالمتاحف. وطبعا انا الخلفيه بحب كثير التاريخ، وبحب التاريخ والاثار، وكله بحب القديم، عم نحكي قبل الميلاد. فكنت ادخل على المتاحف، ادخل على المتاحف وشوف شو في اثار من سوريا، وانبسط لما اشوف. وبعدين اكتشفت انه بكل متحف عم بدخل له عالمي في اثار من سوريا. في هذا الكتاب جمعتي صورا وبعض طبعا ومعلومات عن الاثار السوريه في 4 متاحف في العالم. تمام. ماذا عن هذه المتاحف؟ تمام. هلا خلال صار لي بهالمجال اني عم ابحث، قررت من فتره منيحه انه صار عندي مجموعه منيحه، انا كنت عم صور هيك على التعيين، قررت اني اجمعهم ووثق بكتاب وكتب بعدها. ف كل الصور الموجوده وانا اللي عم صورها، وهي اثار مثل ما قلت لك من يعني من متاحف كثيره، بس لكن الكتاب ما بيسمح غير، فركزت على 4 متاحف. نعم. 4 متاحف هن عالميه وهن فعلا اهم المتاحف الموجوده بالعالم. هو اول شيء المتحف البريطاني، وهذا داخلت له كثير بحكم اني انا عايشه بانجلترا وقريبه. بعدين بيجي متحف اللوفر، كمان في كميه كبيره كثير من اثارنا معروضه عم نحكي على. وبعدين بيجي المتروبوليتان ميوزيوم بنيويورك، وفي البرغمان ميوزيوم ببرلين المانيا. نعم. هادون الاربعه شو انا مصوره من هنيك وموثقه، حطيت جزء بسيط منهم بالكتاب. نعم. جاء في الكتاب بان يعني اهميه هذا الجمع هو لتعريف القارئ العربي بآثار المشرق في متاحف الغرب والحضارات التي تنتمي إليها مع الأماكن التي اكتشفت بها، بل هو محاولة لربط تلك الآثار مع موطنها الأصلي ومثيلاتها من قطع موجودة في المتاحف الوطنية ومتاحف الجوار. تمام. بمعنى أننا عندما نزور هذا متحفا من المتاحف اللي ذكرتية و يعني نطلع إلى هذه القطع الأثرية السورية، نقرأ فيها تاريخ سوريا. تماما.
نعم، وهو التاريخ يعني الذي اليوم نقول بأنه يعني تاريخ العالم، يقول يعني تاريخ سوريا هو تاريخ العالم تماما. نحن بداية الحضارات عندنا كانت وأهم الحضارات عندنا، والحضارات خلفت آثار، وهلأ الآثار كتير كتير موجود والكل بيعرف. ولما الأجانب إجوا وقامت، فيني بس أذكر هون ركز على نقطة، إنه هالمعروض هلأ بهالمتاحف العالمية الآثار سورية خرجت من سوريا قبل الاستقلال. نعم. وبالحقيقة القانون السوري اللي طلع بعام 1963 هو تعدل كذا مرة، بس فيه المادة 52 ركزت على إنه نظمت عمليات البعثات، تنقيب ومنعت من التهريب ومنعت من الأخذ ومنعت، فهذا كان كتير شيء كويس. نعم. بالنسبة نظم القانون عمليات التنقيب وشو بياخدوا. نعم 63 أصبح تماما قانون. تماما. نعم. فهذا شيء كويس. أما هدول الآثار المعروضة بالمتاحف هلأ بالمتاحف العالمية كلها، وأنا بشوفها بالتواريخ موجودة كلها موثقة وكلها طلعت قبل، طلعت ببدايات يعني قبل حتى الحرب العالمية الأولى. نعم. يعني موقع هذه الآثار السورية بالنسبة لآثار العالم، وتحديدا أنت لا هون يعني عم تحكي عن آثار المشرق، لكن عندما تقرأ هذه الحضارة السورية التي عمرها آلاف السنين يعني مقارنة بحضارات أخرى، قديه بنشعر أنه فعلا ثقافتنا أو حضارتنا السورية هي الأقدم وهي الأعرق. تماما. وكل واحد عم يزور، هي تعتبر هي هلا مثل ممثل لنا بالخارج. يعني تعتبر هالآثار يعني احنا نفتخر فيها، لهالآثار موجودة يعني بنفتخر فيها لما بنشوفها هنيك، ومنحس الحياة بكتير شعور، منحس بشعور الانتماء، منحس بشعور الفخر، منحس بشعور إنه قربنا الوطن موجود هون صار يعني. نعم. جزء من أرض سوريا في يعني في هذا تماماً. الموقع ومن تاريخها، رغم طبعاً نحن اللقطات اللي معنا هي يعني من كتابك. أيوة. ومن الصور اللي تماماً. يعني حضرتك على الآثار اللي عم نحكي عنها من مواقع مختلفة تماماً. وحتى بالكتاب أنت أول المواقع اللي يعني لفتت انتباهك هي من ماري أو من تدمر، وهلأ بنحكي قصة حلوة حكيتيها حضرتك إنه كنتي في أحد المتاحف، وقبل ما تنتبهي أول ما كنتي طالعة عم تشوفي ولا التفتي لقيتي في شيء ندهلك، يعني إذا نقول هيك بلغتنا تماماً. السورة بمشاعرنا شيء ندهلك، فكانت هي قطعة أثرية من تدمر. تماما. أول روحتي على بريطانيا، وإسه ما كنت يعني عندي هالاهتمامات ولا شيء، بس كنت بالمتحف البريطاني، هي بتشبه هيدي القطع اللي عم نشوفها هلا. بالمتحف البريطاني كنت بس مجرد رايحه مع جروب من المدرسه لمدرسه ابني عم يزوروا القسم الروماني، وانا لما دخلت ومن بعيد لقيت نصب جنائزي هو يعني لسيده تدموريه، وحسيت وانا مغتربه هنيك والحنين فحسيت بشيء كتير كتير حلو، وهذا يمكن هيك مثل هي شفتها. فقربت هيك وقريت مكتوب عليها نقمات بنت علي من تدمر سوريا، ومكتوب التاريخ 202 بي سي، ومكتوب يعني تحتها. وانا قلت لها لوحده كمان يعني المديره، قلت لها هي من بلدي. هيدي شعور كتير جميل حلو. يعني انه فعلا يمكن هي البدايات. بس لحد هلا رغم اني زرت كتير كتير متاحف، وهي لسه لما بدخل وبشوف قطعة وبشوف من سوريا لسه نفس الشعور عندي. هذا الشعور ونحن نفسه. اليوم أستاذة ابتسام يعني قدي عم نعيش تحديات في طمس الهوية السورية. تمام. وتشويه تاريخها ومعالمها وإلى آخره، لكن دائما حتى وجود سواء في متاحفنا أو في متاحف العالم دائما نبرز هذه الوثيقة التي لا يستطيع مثل ما بيقولوا ما بتقدر تغطي الشمس فيها. هذه هي الحقيقة السورية. صح. الحاضرة. صح. في كل بقعة من العالم. صحيح. هذا هو تاريخ. صحيح. سوريا. صحيح. يعني بدي والشواهد كثيرة تماماً. كما في هذه طبعاً. الآثار. نعم. هذه من متروبوليتان نيويورك كمان. نعم. تدمر. بالحقيقة بدي أقول شغلة، الأجانب الإنجليز والمجتمع صار عندنا مجتمع، نحن عايشين صار لي زمان كتير، أنا مغتربة. نعم. كتير يعني فوق. نعم. 35 سنة. مه. فأغلبهم المثقفين دغري بتقولي سوريا، دغري أول كلمة بيقولوا واو. يعني بيقولوا إنه كونتري، وخاصة إذا بدك تحكي بالآثار بالتاريخ بالحضارات معروف.
وبيتهيأ لي بأوروبا كلها وبالغرب كله بيعرفوا نعم. بيعرفوا سوريا الحقيقة الساطعة نعم وقيمة التاريخي. جاء في الكتاب أيضا في هذا التاريخ الموثق بين أيدينا نلاحظ أن اسم سوريا موجود في كل حقبة وكل زمن، وآثارها المعروضة في متاحف العالم تؤكد ذلك. منذ آلاف السنين وإلى يومنا هذا سوريا موجودة ومستمرة، وهي باقية تحتضن داخلها دمشق وحلب والفرات والعاصي وقسيون، والاسم سيريا نجده يتكرر في صفحات التاريخ ويلمع في قاعات المتاحف تحت التماثيل وضمن لوحات التعريف. إذن سوريا حاضرة، ويعني سوريا في اليوم في كل مكان. نعم. فيني أعطيكي مقارنة مشان معي أنه لما بتدخلي على المتحف البريطاني بتروحي بتقولي أنا بدي أشوف آثار مصر، وبتروحي بتشوفي جناح مصر وبتشوفي قسم. لما بتدخلي على المتحف البريطاني بدك تشوفي آثار سوريا بأقسام كثيرة، لأنه مرت عليها كثير حضارات. فبتشوفي بقاعة مسبتيميا اللي حضارت ما بين النهرين، بتيجي الحقبة القبلة، بتروح على حضارة. إذن ما فينك تقولي أنا بدي روح بس لهون، وأحيانا بتدخلي على قسم ما بتفتكري إنك رح تلاقي مثلا حاطين تدمر، وفي يمكن 40 نصب جنائزي لتدمر موجودة بالمتحف البريطاني حاطينه بالقسم الروماني. ليش؟ لأنه هنا بيعتبروا أنه هاي بيقولوا حقبة رومانية. لكن أنا بالكتاب هون حطيت كتير دلائل وإثباتات وبحث مشان بالكتاب موضحة أنه بالحقيقة هي أقدم تدمر حضارته، وحتى الفن وفن النحت تبعهم اللي هنا بيحطوه روماني هو سوري. سوري نعم. بحت نعم. أيضا في باب ذكرتي حضرتك أنه أهمية توثيق آثار المشرق في متاحف الغرب. أولا تصوير وتوثيق آثارنا في المتاحف العالمية له فوائد، منها التعرف على الآثار التي هجرت في مراحل تاريخية سابقة أو هجرت، وأهم ما هجر قبل الاستقلال وقبل وضع القوانين. بعدين دراسة تلك الآثار هي وثائق تاريخية فائقة الأهمية تساعدنا في فهم حضارات المنطقة تماماً. وربط هذه القطع مع مثيلاتها أو المشابهة لها والمعروضة في متاحف أخرى، وأيضا ربطها مع القطع المكتشفة تماماً. بمعنى إلى أي حد لا تزال يعني هذه الآثار حتى لو هي موجودة في متاحف العالم لها مثيلاتها في متاحفنا السورية، وهي اليوم مادة للبحث والدراسة. وبنعرف أنه هناك مثلا في فرنسا باللوفر آثار من أوغاريت، ويعني آلاف الكتب والمؤلفات حتى عن أوغاريت. هي مادة مفتوحة للبحث دائما عن أم الحضارات سوريا. صحيح. هلأ أنا بالنسبة لي ما عندي إني أقدر أشوف. هلأ في بكل متحف قسم معروض من هن ما عندهم كتير من آثارنا، وأهم وأحلى القطع أخذوها وحطوها عندهم. بس أنا عم شوف المعروض، والمعروض جزء صغير كتير. أنا ما عندي أقدر أدخل على الأماكن اللي هي مفتوحة، بس مفتوحة للناس مثلا للطلاب الآثار، للأكاديميين، للصحافة إذا بدهم، بس بطلب بده الواحد أي قطعة يشوفها يعمل عليه دراسة. بس هن عم يعملوا دراسات كمان عليهم. أنا عم بحكي على المتحف البريطاني، أكيد المتاحف الباقية ما عندي فكرة عن المتاحف الباقية شو بيسووا بالقطع الغير معروضة. أنا بالنسبة لي بدخل على المتحف ومثلي مثل أي سائح تاني. بمعنى أنه هي لا تزال كتاب مفتوح للبحث والدراسة للطلاب طبعاً. لدراسات المقارنة طبعاً. حتى في تصحيح قلت لي لبعض المفاهيم يعني نحن ممكن بالتأكيد نعم. بالتأكيد هالكلام صحيح. هني على طول في دراسات على طول، حتى عم يغيروا أحياناً، بيكونوا مفتكرين مثلاً هالقطعة مثلاً من حقبة كذا أو بتقول عن كذا، أو بيترجموا مثلاً من وبيرجعوا بيغيروا بيربطوا في ترجمات عم بتكون تماماً مختلفة. لا على طول في دراسة وبيغيروا في كتب. يعني بدي أقول معلومة إنه في تقريباً 45 جامعة بتعلم عن أوغاريت، تعطي عن أوغاريت. في قسم فيها بيعطي عن أوغاريت، إن كان عن اللغة أو عن الآثار أو موقع أوغاريت. ولأنها أم الحضارات تماماً، وطلعت منها الأبجدية. فمثلاً علم الآشوريات، وهي عن حضارة الحضارة الآشورية اللي هي أنا بعتبرها من أعظم الحضارات اللي مريت. جامعات في فروع عم تعلم على هالموضوع. على شوف طبعا دائما في دراسات، وبس نحن بهمنا كمان نشوف هالآثار، لأنه بيصير نحن الأكاديميين تبعنا
يدرسوها بجوز يشوفوها بطريقه يحطوا طبعا. نظر يحطوا ودراسات مقارنه او دراسات ويحطوا كمان نعم. تماما اكثر دائما باب مفتوح امام يعني البحث في هذا تماماً. المجال. قدمتي الكتاب بمحاضره في جمعيه العاديات وايضا معنا لقطات كمان زملاء من جمعيه العاديات في اللاذقيه من ضمن نشاطاتها، وفي 18 نيسان هو اليوم العالمي للتراث. قدمتي حكمة. هذه المحاضره يعني بهذه المناسبه ايضا، و يعني كيف كانت الاصداء المحاضره وكيف كانت اجواء هذه المحاضره؟ بالحقيقة كتير كان محاضرة، يعني أول شيء الحضور كان بالنسبة لأنه كمان هلا نحن الوقت كان قصير، لبينما حضرنا أنا جاية وانطلب مني أعمل محاضرة. أنا بالحقيقة جاية بعرف الكتاب طلع وكنت كتير حابة يطلع من دمشق، من متحف دمشق، كنت حابة ينطلق لأنه هو أم الحضارات، أم المتاحف عفوا، متحف دمشق هو الأم، وكنت حابة إني سوي هالشي. فأنا هون تواصلت، نزلت على المتحف على متحف اللاذقية وشفت المدير وقلت له بلكي بينسقوا يعني إني أنا أعمل هالشي وينطلق من متحف دمشق. اتصل بالشام وقال لي يعني بعدي فاكس، ما صار مجال، يعني ما مشي الحال. بس العاديات كمان عطى يعني بيضل بنفس المجال، عطى هالشي، والحضور كان كويس. مثل ما قلت الوقت كان قصير، فبالنسبة لوقت قصير إنه يصير هالحضور كتير كويس. وكمان التفاعل استغربت في كتير ناس عندهم خلفية، وكمان إجا أساتذة يعني متخصصين وشاركوا بالأسئلة وكانت ناجحة الحياة، كانت كتير حلوة. نحن بنتشكرك، بنتشكر حضورك، مواطنة مغتربة سورية تعود إلى بلدها كما قلنا، وتحمل دائما، نحن سوريا هي الحقيقة الساطعة أينما وجدت، هي الشمس الموجودة على كل في كل العالم بموروثها وبحضارتها وتاريخها الذي يعود إلى آلاف السنين. متشكر حضورك، شكراً لك، إقامة طيبة في بلدك. شكراً وإلى لقاءات قادمة. شكراً لك، شكراً لضيافتكم. أهلاً ومرحباً مشاهدينا. بمناسبة عيد الجلاء 17 من نيسان، أقام الملتقى السوري للثقافة أمسية شعرية بعنوان نيسان أبجدية الأقحوان. سنكون مع مقتطفات من هذه الأمسية وتقرير لزميلتنا وفاء فاضل، وبعدها نستضيف بعض الشعراء الذين شاركوا في هذه الأمسية. نتابع. أقام الملتقى السوري للثقافة مهرجانا شعريا بعنوان نيسان وأبجدية الأقحوان، إحياء لأعياد نيسان المجيدة، وذلك في صالة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. اليوم قمنا بمهرجان في دار الأسد للثقافة بعنوان نيسان وأبجدية الأقحوان. طبعا نعلم في نيسان هناك أعياد مجيدة للوطن الغالي، وطبعا في هذا اليوم سنقوم بتكريم بعض من جرحى جيشنا الباسل. طبعا هذا المهرجان يتحدث عن الأعياد الكثيرة بما تعني طبعا عيد ميلاد البعث، عيد الجلاء العظيم، أعياد الربيع الجميلة، طبعا كلها للشعراء سيكون مشاركات حول هذه المضامين كثيرة جميلة. جينا نشارك الملتقى السوري ببعض القصائد والنصوص الأدبية بمطالع شهر نيسان، حيث يجتمع أجمل وأجل شهرين في العام وفي الزمن كله. نيسان هو ربيع الزمان، ورمضان هو أفضل الشهور وأجلها. نرجع نعيد اللحمة الوطنية ونعزز ثقافتنا الماضي، ونتمنى إن شاء الله على طول بألفة وترجع سوريا ونعمل لها كمان عيد جلاء من كل هالوسخات اللي دخلت بلدنا مؤخرا. شهد المهرجان مشاركة عدد من الشعراء قدموا خلالها قصائدهم المعبرة عن معاني الجلاء ورمزيته. Thank you.
ومن مهرجان نيسان أبجدية الأقحوان الذي تابعنا هذا التقرير عنه، يسرنا أن يكون ضيوفنا في هذه الحلقة الشاعر مجد ياسين، أحد الشعراء الذين شاركوا في هذه الأمسية. أهلا ومرحبا أستاذ مجد، وأيضا أرحب بالأستاذ وسيم صالح، أيضا من الشعراء الذين شاركوا في نيسان أبجدية الأقحوان وهي للملتقى السوري للثقافة. أهلا ومرحبا أستاذ وسيم. أولا، ما أجمل أن نحتفي بمناسباتنا الوطنية شعرا، ما قولك أستاذ مجد؟ طبعا بالتأكيد، الوطن هو الحالة الحضارية والثقافية التي تتمثل من خلال الشعر، سواء بلغة رمزية وللشعر دلالات رمزية، والوطن هو أسمى الصور والغايات التي يمكن للإنسان أن يتغنى بها. الحالة الوطنية الحضارية، وخاصة نحن نعلم سوريا هي مهد الحضارات ولغة الأبجدية الأولى والتاريخ، وتوثيق التاريخ لا يمكن أن يتم إلا من خلال الأبجدية، فنحن من اكتشفنا هذه الأبجدية وصدرناها إلى الخارج لتوثيق التاريخ الإنساني والنتاج الفكري والإنساني، فحري بنا أن ننشد بهذه الأبجدية بلغتنا العربية، أن ننشد للوطن. ما أجمل النشيد الوطني، الشعر الوطني أستاذ، عندما يتغنى بوطن في مناسبات الأفراح تحديدا، يعني عيد الجلاء هي مناسبة للفرح، ارتبطت مع الكثير أيضا من المناسبات، يعني من بداية الربيع ونحن هناك يعني جملة من الأعياد ارتبطت أيضا مع الطبيعة، مع تفتح الزهور، مع يعني مع حالة أخرى. فأن يقرن الشعر بهذه الحالات بحد ذاته حالة أبداعية. نعم، شهر نيسان معروف، شهر نيسان مثل ما تفضلتي وحكيتي، شهر الازدهار للزهور كلياتها، وشهر الانتصارات، شهر الأعياد، شهر الله خصصوا له الشهر سبحانه وتعالى للاحتفال فيه بكل شيء. نعم. لذلك سميتوا نيسان وأبجدية الأقحوان. وأبجدية الأقحوان نعم. عملنا من فترة مهرجان بالمركز الثقافي بهالعنوان هذا، بيجي كمان بيصطف فيه 17 من نيسان أو الزهورية نحن بنسميها عنا بجبل الرابع. نعم. فما في أجمل منه هذا، فضك عن الاحتفالات الوطنية، الجلاء معروف. نعم. وسوريا بتستحق، سوريا بلد الأبجدية مثل ما تفضل الأستاذ. لنسمع شعرا في هذا الإطار، في هذا الصدد يعني. هلق أنا رح خير ما نبدأ به عن الشهداء. نعم. أكرم من في الدنيا وأنبل بن البشر، مقطوعة صغيرة، هنا ولد، هنا ولد، هنا لعب، هنا جلس، وفوق مجدك حاما، هنا في عشقك هاما، هنا جاهد، هنا ناضل، هنا حارب، هنا استشهد، وتحت ترابك نام. لك الفرحة سوريا، ولي أهل آلاما. جميل شعرا أستاذ، يعني ماذا قدمتم في هذه المناسبة؟ يعني دائما يعني يقال لكل مقام مقال، وفي هذه المناسبات تحديدا نرى بأن يعني فعلا ينبري الشعراء لتقديم، هي جزء من مشاعرهم، من تعبيرهم، هي فرصة ليقدموا شيئا للوطن. ماذا قلت شعرا في هذه الأمسية أيضا؟ في هذه المناسبة. نعم، وبهذه المناسبة. قلت شعر عن أزاهير نيسان، هي حالة رمزية متمثلة بالوطن منذ القدم. نعم. حيث كانت النساء السوريات تجمعن سلال الورود وترميهن في البحر كنوع من الاحتفالية، ونحن الآن في احتفال نيسان المصادف عدة أعياد، الأعياد المسيحية، عيد الشعانين وعيد الفصح، ومصادف أيضا مع شهر رمضان. إذن أصبح الآن شهر نيسان هو شهر الجلال والجمال. نعم، أيام مباركة فعلا، جميل الجلال والجمال، فعلا كثير جميل التعبير. نعم. ونحن دائما نركز في الملتقى السوري للثقافة على هذه، على المناسبات الوطنية والإنسانية بشكل عام التي تخص هذا الوطن الغالي. ألقيت قصيدي بعنوان أزاهير نيسان. نعم. أسميت القصيدة أزاهير نيسان. عنبي كلام عاطفي حين يعصرني الخيال، نبيذك الممتد من عطش المدى، شفق تعتقه جذور الواقعية
والأصول، الأبجدية والندى والأقحوان سلاحنا وجراحنا، وشقائق النعمان شاهدة، حدود البر واسعة إذا عاندت تحفظك الجبال، وإن عانقت ترشفك السهول. الورد فوق البحر تحمله السلال، تموج يد النساء الرافعات الكأس، تصعد حين تصهل بين جفنيها الخيول. وأنا أفتش عن دليل داخل الأنثى ليغمرني الدلال، أسير نحوك صاعدا حرا، وتحملني إليك شقائق النعمان والخد الخجول. النهر يجري كالدموع، ترابك الممتد من ضلعي، وضلعك من تربى فوق ساعده الرجال. أمام أنثاك العظيمة ربما تبكي وتفرح حين يهزمك النحول. يا أيها المعنى، تعلم من معانيها الحقيقة والخيال، فإن تردى واقع ربح الخيال. وكن لها يا بحر يا بر برا لا نهائيا، ولو قرعت على ناي طبول. وأنا أفتش عنك، يشربك النقاء الحر والماء الزلال، وتشربني الينابيع النقية والندى والزهر والأم البتول. نيسان هل على جبين حبيبتي رسم الهلال، وكيفما التفتت ترنحني التفاصيل الخفية تحت عينيها ويسحرني الذهول. نيسان رايات انتصار الحب في عينيك، فارتفعي على الرايات يحرسك الجمال، وذوب العشاق إن العشق وشم لا يزول. نيسان ميلاد الحبيبة، فاشربي ماء الحياة ولا تموتي، إنما الحب الجلال وأنت تاريخ يطول. جميل مزج المشاعر، يعني مشاعر الحب بالمشاعر الأخرى من الخاص إلى الكلية، يعني في هذه الحالة. بماذا ترد؟ وأعرف أنك أستاذ وسيم تكتب شعر المحكي أيضا. نعم. لنستمع إلى قصيدة بالمحكي. قصيدة، راح أقول لك قصيدة بالمحكي عن الجيش العربي السوري والجد العربي السوري. نعم. التي قهر العالم بصموده وفاجأ العالم بصموده، بعنوان أضرب أضرب. أضرب أضرب لا لا ترحم، خلي سلاحك دوم ملقم، اكتب فوق جبين الشمس أنا السوري أنا الضيغم. روح ولا تفكر بولادك، خلي تراب الأرض زادك، خلي ببالك دوم ولادك يا ابن العلي والأيهم. اضرب هالزركان الكون، لا يهمك عرق ولا لون، اضرب حطم كسر دمر، تبقى الأسد مهما يكون. انت السوري ابن الأسد، جبينك عالي الأعلى مدد، صدق ما في مثلك أحد لا بالأرض ولا بالكون. أضرب أضرب لا لا ترحم. ملحنة وخالصة هي. ما بقى بدها غير تكون فيها يعني وقع الموسيقي وجاهزة بهذا الإيقاع. أضرب أضرب، وهذا هو إيقاع القوة، القوة، لأن أثبت جدارته الجند العربي السوري للعالم بأسره. نعم. بصدر عاري جابها العالم كلياته. صحيح. الجند العربي السوري بيستحق منا كل شيء. نعم. أستاذ مجد، يعني اليوم إلى أي حد مثل هذه الملتقيات الأدبية نحن
ومثل ما قلت بالمناسبات نعكس ثقافتنا الثقافة السورية، ونحن الذين يعني نعيش وعشنا سنوات الحرب، لكن اليوم نخرج بالشعر، يعني كما واجه هذا الجندي بالقوة وجابها العالم كما قال أستاذ وسيم، اليوم أيضا نحن بالشعر نقدم ثقافتنا ونقدم مشاعرنا ونقدم حتى السلام الذي في قلوبنا، السلام الداخلي تماما. نعم. أحيانا القباحة التي تكون موجودة، الحرب قبيحة بكل أشكالها كيفما كانت، يعني خسرنا جنود، خسرنا شهداء، رحم الله الشهداء الذين استشهدوا في هذه الأرض، رفاقنا في السلاح. طبعا لذلك بعد الحروب بشكل عام تشكل مفرزات كبيرة تعطي لغة جمالية لاستخراج هذا الجمال من الداخل الإنساني. الداخل الإنساني دائما يحتاج إلى الجمال، لذلك يهرب من الحرب إلى الجمال، يهرب، ليس يهرب من وجه المواجهة. طبعا التصدي كل غريب، التصدي لكل غريب هو واجب إنساني ووطني. نعم. الدفاع عن الوطن هو واجب أخلاقي وإنساني ووطني بالدرجة الأولى. نعم. لكن عندما ينتهي المحاربون من هذه الحرب لابد أن يتفرغوا لجماليات الكون، لزرع هذا الجمال. نعم. ونحن طبعا في الملتقى السوري للثقافة برئاسة السيدة وديعة درويش، الشاعرة وديعة درويش التي قامت بتأسيس الملتقى السوري للثقافة، عملنا منذ البداية على زرع روح الوطن والمحبة في نفوس الأبناء، واستقطبت المواهب الشابة، استقطبنا المواهب الشابة، وقد تم إشهار الملتقى منذ فترة. نعم. كما تعلمين. ولذلك نحن دائما نسعى إلى أن نخوض هذه المعركة، المعركة الشعرية مع الجمال، لتوصيف الوطن ووصول الوطن إلى أبهى حلة. فالثقافة هوية والثقافة حضارة. نعم. هذه الحضارة تنطلق من الذات. نعم. الإنسانية. أستاذ وسيم، يعني نحن تقريبا في معظم حلقاتنا توقفنا مع الملتقيات التي نراها اليوم يعني تقدم نفسها مثل ما بقول عم تتم إشهارها وتخلق حالة من الثقافة. يعني في الأسبوع الماضي كنا مع ملتقى أوتار، من فترة كنا مع ملتقى السوري للثقافة، وهناك ملتقيات أخرى لا أي حد هي عم تشكل رديف للثقافة الرسمية، للمؤسسة الرسمية، ومثل ما قال الأستاذ مجد أنه هي عم تفسح المجال لمواهب، لشعراء، لأسماء بجوز ما كانت معروفة، لكن ما أجمل بالأخير أن تلتقي كلها على الثقافة، على الإبداع. هي الثقافة بحد ذاتها الثقافة حضارة، حضارة تنشأ الحضارة من خلال الثقافة، واللي كرس هالشيء هذا الملتقيات الثقافية. في ملتقيات ثقافية عندنا كتير، أنا عندي ملتقى جسر المحبة ولكن السماء مطرح خاص، الأستاذ وديعة رخصته للملتقى من بداية العام هذا، وأجمل ملتقى أو أجمل ملتقى ثقافي في نبقل لك بالساحل السوري كلته أستاذي وديعة. أنا معه من 4 سنين من يوم تأسسته. وديعة، أستاذي وديعة بتشارك، بتعمل تكريم للشهداء، لزوي الشهداء، بتتبنى المواهب الشابة، أستاذي وديعة بتشارك. نعم. يعني الملتقى بشكل عام هو يعني يقوم بهذه الفعاليات، نحن معنا لقطات يعني من يعني حد إحدى تكريم الشهداء هذا نيسان، وأبجدية الإقحوان كرمت عوائل الشهداء الأستاذي وديعة. يعني فكرة حلوة كتير كتير، بتشارك بتساهم حتى بالتشجير الوطني، حملات التشجير، حملات النظافة بنشارك فيها. يعني هذا حراك، حراك ثقافي طبعاً، طبعاً حراك ثقافي واضح. ومثل ما قلنا يعني نحن حتى اليوم عندنا أكثر من ملتقى ثقافي، طبعا في أكثر من ملتقى الشراع وأوغريت والحياة، وهذا مثل ما قلنا بشكل مناخ اللي نحن ما عم نقول عم نبحث عنه، إنما يعني ينبغي أن نكرس فيه نتاجنا الإبداعي. أستاذ مجد، تماما، الملتقيات الثقافية دور بارز وهام في إبراز هوية الشاعر وهوية الإنسان بالدرجة الأولى. الإنسان، نحن نحاول استقطاب أي إنسان لديه موهبة ولو كانت صغيرة أو في بداية نشوئها لتنميتها وإبرازها إلى العلن. والمواهب أيضا تبني ورعاية الأطفال، ولنجد من لديه مواهب من الأطفال وتعزيزها وتنميتها.
وتنميتها من خلال لجان تدرب هؤلاء الأطفال على المسرح، على الشعر، على الأدب والخاطرة. والأدب عموما هو رافعة المجتمعات البشرية بشكل عام. الأدب هو رافعة لكل المجتمعات البشرية، والملتقيات الثقافية شكلت رديف للمؤسسة الثقافية العليا في بلدنا، وزارة ألا وهي وزارة الثقافة، وجميع الهيئات الثقافية في على أرض الوطن عموما. وكان الملتقى السوري للثقافة أحد أهم هذه الملتقيات الثقافية، أقام عدد من المهرجانات قبل الإشهار وبعد الإشهار، وآخرها المهرجان الذي كنا بصدد الحديث عنه، مهرجان نيسان وأبجدية الأقحوان. ولدينا مهرجان قادم أيضا بمناسبة عيد الشهداء في 7 أيار. ولما قدم هؤلاء الشهداء، عندما نتحدث عن التكريم نحن نرد جزء صغير لهؤلاء مما ضحوا به جزء صغير ولو رسم ابتسامة، لأن مكرمة الدم هم الذين كرموننا بدمائهم، بالنفس، بالروح، بالدم. يعني الذي يكرم بروحه ونفسه ودمه، هذه أغلى المكرمات التي يكرم بها أرض الوطن وتراب الوطن. إلى أي حد اليوم الكلمة مهم، دور الكلمة، دور القصيدة، الثقافة، طبعا كل صنوف الأدب اليوم نحن بحاجة لنوثق عبر القصيدة، ومو بس هي مشاعر، هي حتى وثيقة للوطن. يعني نوثق بالرواية، بالدراما. يعني اليوم نحن هذا مثل ما قال الأستاذ أنه هي واجب وطني أن نوثق كل ما جرى بمشاعرنا وبلغتنا العربية شعرا ورواية وقصة. اللي بدي وصل الكلمة الصحيحة لقلب المواطن أو لقلب الشعب هو الشاعر، سواء كان شاعر محكي ولا شاعر دجال ولا شاعر موزون فصحى. الشاعر بيصور الصورة الشعرية من خلال شعوره هو، وبيشرح الحالة اللي عايش فيها هو، حالة الوطن، حالة الحرب، حالة الجمال، حالة أي حال إن كان، بيوصفها بكلمات، وبس من خلال الكلمات هون بقى الناس الزواق، وفي زواقين كتير بيستشعروا وبيفهموا دغري، بيفهموا شو بيقصد فيها الشاعر هون. طبعا بس حلو انه الشاعر هو من يوصل الفكرة. طبعا هون قديه مهم دور الشاعر يعني اليوم بثقافتنا، بمجتمعنا، انه يكون حاضر، هو بكلماته هو الاكثر يعني قربا لايصال الفكرة، لكن بحلة جمالية. تماما، الشاعر يستطيع من خلال مفرداته ومن خلال أدواته للشعر إيقاع خاص يميزه، يؤثر في النفس، يشعر به الآخرون، حتى يعني الناس العاديين الذين ربما يشعرون بالكلمة. الشعر بالنهاية ربما يؤدي إلى الغناء، إلى التلحين، والغناء معروف لدى جميع الأوساط الشعبية، لذلك الشعر الغناء ينطلق من الشعر، كل شيء ينطلق من الشعر. طبعا الكلمة، الحالة الشعورية، الكلمة أولا، الكلمة أولا في البدء كانت الكلمة. نعم، أنا بدي أتشكركم وأتمنى للملتقى كل التوفيق. سنختم بقصيدة شام أستاذ مجد شام، وبتمنى دائما يعني نحن أن نلتقي فعلا على الثقافات، هي التي يعني نتقاسم معها الجمال والهم والأفكار والفكر وكل شيء. فنتمنى لكم كل التوفيق، والحقيقة هي مؤشر إيجابي وجود كل هذه الملتقيات بغض النظر على المنافسة، يعني إذا نقول، لكن هي دائما مؤشر لحضور ثقافتنا. باستمرارية النجاح فقط. نعم. لا، باستمرارية النجاح بيصير في منافسة. كلمة أخيرة لحضرتك قبل ما نسمع ونختم مع القصيدة. شعر ولا مثل ما بدك، إذا شعرا. نعم، في مقطع، بعرف في عندك مقطع، رح أقول مقطعين إن شاء الله. نعم. تقتسم اللهجة الفراتية اللي بحبها أنا كتير بحبها. نعم. قالت وصفني يا شاعر، قالت وصفني يا شاعر، يا الحامل كل المشاعر، قول وحشي عن جمالي، عن رقة حسن ودلالي، اصرخ خلي الصوت عالي يوصل لكل المعالي. قعدت صافن بيها أكثر، قعدت صافن بيها أكثر، صار القلم بيدي أعثر، هرجت شفافي وقالت، هرجت شفافي وقالت، اسمعوا وردي ورايا،
اسمعي وردي ورايا، انت يا ست الصبايا، انت القمر في سمايا، انت عزف ولحن نايا، وحق من خلق البرايا، انت مو انسان عادي. فرحت ابتسمت وقالت، فرحت ابتسمت وقالت، اكتب 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 اكثر، اكتب 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 اكثر، اكتب زين بي دفتر، اكتب خلي الحرف يكفر، خلي السطر مني يسكر، اكتب 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 اكثر. رحت شارد بها حاير، رحت شارد بها حاير، للحرف صرت اساير. نوبة نوبة يصير القلم فاير، نوبة يصير الحرف جاير، اتلعثم باثمي لساني، خربطت فكري وكياني، اتلعثم باثمي لساني، خربطت فكري وكياني، ما قدرت كف القصيدة، صار حروفي شريدة، خفق القلب صار زايد، حتى بان من وريدة. ما قدرت كف القصيدة، ما قدرت كف القصيدة. غلب الحب ونبض القلب غلب. نحن نتشكركم، نختم معك أستاذ مجد، شكر الأستاذ وسيم صالح والأستاذ مجد ياسين، وكل الشكر لمتابعتكم ومشاهدينا عبر مرايا الثقافة والفنون، والختام مع قصيدة شام. الشام تبع دمشق هي عاصمة التاريخ، وهذا معناه أيضا أن سوريا هي أول من عرف أركان الدولة السياسية بمعناها الحديث. شام. يا شام منك جواهر تتألق بالنطق باسمك والحجارة تنطق، يا شام ذكرك في العقول منارة، وبفضل قمحك كل قلب يخفق، يا منبع الشمس القديم تواصلت ألوان طيفك في الشرائع تغدق، شلال فكر في معابد وعينا، لا شيء أبقى من ضيائك يصدق. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. الله يعطيك العافية، شكرا لكم. شكرا.